المورد الآخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة. في أسنى المطالب الباب السابع الوصابي. وروى البيهقي بإسناده عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي. البيهقي في السنن الكبرى. وعن عمار بن ياسر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إن الله تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة مثلها، إن الله تبارك وتعالى زينك بزينة لم يزين العباد بزينة مثلها، إن الله تعالى حبب إليك المساكين والدنوم منهم وجعلك لهم إماما ترضى بهم، وجعلهم لك أتباعا يرضون بك، فطوبى لمن أحبك وصدق أو وصدق عليك، وويل لمن أبغضك وكذب وكذب عليك. فأما من أحبك وصدق وصدق عليك فهم جيرانك في دارك ورفقاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب وكذب عليك فإنه حق على الله عز وجل أن يوقفهم مواقف الكذابين. في مجمع الزوائد للهيثمي. الآن لاحظ، حبب إليه المساكين، لكن أي مسكين؟ نحن قلنا حب علي هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى جعل لهم المنزلة وجعلهم في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ورفقاء النبي في جنته، هؤلاء من؟ كل محب لعلي؟ لا، المحب العامل للصالحات، المحب المؤمن العامل المحسن، العامل المحسن الثابت على العمل والإحسان والإيمان. إذن إيمان مع حب علي، حب علي مع الإيمان.